إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يذكر في كتب الأدب والأمثال قول العرب في مثلها السائر: عش رجبا ترى عجبا. هذا مثل عربي يذكره أصحاب كتب الأدب والأمثال، وهو مثل مضروب لتقلب الدهر وإتيان كل يوم بما يتعجب منه. عش رجبا ترى عجبا. وإن كان المذكور فيه رجب، فقد يكون العجب الذي تراه في رمضان، وقد يكون العجب الذي تراه في شوال وما بعده، وهو الذي نريد. إن من العجب الذي تراه في الأيام التي بين يديك، وأرجو ألا تراه وأرجو ألا نراه، انتكاس معروف وعود مألوف منتشر بين الناس متفش، ورم خبيث ينبغي أن يستأصل بتوبة نصوح. هذا العجب أن ترى الناس، أن ترى المسلمين، أن ترى القائمين والصائمين، يقضي الواحد منهم الأيام والليالي ذوات العدد في طاعة وفي إحسان وصلاح، حتى إذا سلخ الشهر فكان في آخر أيامه أو بعد بقليل، عاد عوادا غير حميد إلى معاصيه، بعدما كانت أوقاته ملاء بالطاعات. يقضي الواحد ما يقضي، ويأتي ما يأتي، ثم بعد ذلك يثلب دينه ويفسد عمله. ترى الناس في شهر الصيام وقد ازدحموا عند أبواب المساجد كالحب المتراصف على العنقود، حتى إذا خرج رمضان يتناقصون يفقدون. ترى الرجل يصلي في رمضان ثم يترك الصلاة، ترى الرجل يقوم في شهر الصيام ليلا طويلا ثم يترك بعده الوتر رأسا، ترى الرجل يشرب الدخان قبل رمضان فيتركه ثم إذا خرج عاد إليه، يعود إلى زناه، يعود إلى رباه، يعود إلى الخمور. ومنهم من هو شر مكانا يعود إلى دعاء أصحاب القبور. هذا صنيع كثير من المسلمين بدينهم،
هذا لعب في دين الله، هذا كذب على الله، هذا نفاق خالص أصلع. أي إيمان هذا يا أمة محمد؟ أي دين هذا يا أمة القرآن؟ إلى متى تظلون على هذا العود المنكوس؟ إلى متى تستمرون هكذا تسيئون إلى الصالحين بمنظركم؟ أيها النساء، ما لكن لا ترجون لله وقارا؟ تأتون رمضان المساجد مصليات وقد تكن خاشعات، فإذا خرج رمضان عدتم بتبرجكم كاملا مكملا، لا تنقصون منه شيئا. أي إيمان هذا يا أمة القرآن؟ بالله خبرون، بالله أجيبون، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. اتقوا الله تعالى أيها الشباب، يا ما كنتم تعمرون المساجد ثم بعد ذلك تخلونها وأهلها، اتقوا الله تعالى. إن من واجب العبد إذا أمره الله بأمر وكلفه بشيء أن يثبت عليه حتى يأتيه اليقين، لا كما يفعل الناس يأتون أطرافاً مما كلفهم الله على نحو من الأنحاء كمالاً أو نقصاناً ثم يعودون إلى انتكاستهم. إن واجب العبد إذا أمره الملك جل في علاه وعظم في عالي سماه أن يلتزم به حتى يأتيه اليقين. رسولكم صلى الله عليه وسلم الأكرم الأحمد كان أكثر ما يقول في سجوده داعيا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد إذا أتيت بأمر أن تثبت عليه وأن تقف عنده لا تتجاوزه، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتكم يدعو الله تعالى أن يثبته على دينه حتى يلقاه به، وكان السلف الصالحون أخوف ما يخافون الخواتيم. إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تغتر بدمعة أراقتها عينك، ببكاء بكيته لا ينفعك إلا أن تستمر عليه. ثم أيضا من واجب العبد إذا أمره الله بأمر ألا يحبطه بشيء مما يفسده، أن يحوزه وأن يحوطه وأن يستمر على الصالحات. فقد يأتي الإنسان بما يأتي من الطاعات والحسنات ثم يكر عليها بعد بجيش من الإفساد والإبطال، فيلقى الله تعالى ويبدو له منه ما لم يكن يحتسب. أخرج ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، جلهم لنا، أي بينهم لنا، وفي لفظ حلهم لنا، أي صفهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما